يعني أنا خليني بالبداية أوضح للجمهور لماذا كان هذا الأمر. إحنا في لجنة، هذه اللجنة مشكلة طبعا من يعني ملف الامتحانات هو ملف وطني، ملف دولة، يعني ليس ملف وزارة التربية. نعم الأمور الفنية اللي تتعلق بالامتحانات وإجراءها ووضع الأسئلة كل هذه طبعا تتعلق بوزارة التربية، ولكن هناك طبعا إحنا عندنا شركاء مجموعة من الوزارات حتى نحمي يعني نتائج الامتحانات ومخرجاتها أمنيا وسيبرانيا. نعم. مشاركة طبعا مع القوات الأمنية، مع وزارة الاتصالات، مع أيضا وزارة الصحة، لدينا لجنة عليا مشكلة بهذا الجانب، وكانت لديها اجتماعات ودرست كل الأمور الممكنة لحماية الامتحانات ورفع مستوى رصانتها، لأن تعرفين حضرتك أنه الامتحانات هي مخرجات لعام كامل، مخرجات لجهد طالب، مخرجات لجهد أسر، لمخرجات لجهد حتى المعلم والمدرس، وإحنا إن أيضا كوزارة الرأي صار على أساس أنه يعني تقطع ساعات اللي يكون بها ضرورة لعدم تداول الأسئلة أو النسخ من الأسئلة. إحنا ابتداء حتى نثبت حسن النية بالنسبة لوزارة التربية، وزارة التربية في هذا العام اتخذت مجموعة من الإجراءات، لأن العام الماضي كان عندنا خلل وإرباك والجميع يعرف بهذا الأمر. نعم بالعام الماضي لما كان هناك تسريب، يعني هذا الموضوع هز ربما الأسرة طبعا. التعليمية وسوى إرباكة كبيرة، لذلك في هذا العام مبكرا يعني كان عندنا استعداد وبدأناها من التمهيدية. البعض يقول ليش من التمهيدية هيك مهتمين، قد لا تكون التمهيدية مهمة، لكن بصراحة إحنا اليوم في بروفة أولية يعني جربتوا بالمساكين. لا مو تجربة، لا أبدا مو تجربة، إنما هو بداية العام، يعني هذه أول امتحانات تكون نعم عندنا فعلا. فالاهتمام اللي صار حتى بصراحة يعني نثبت جدية الوزارة واهتمامها بهذا الجانب، لأنه إحنا في هذا العام مثلا عندنا المدراء العامين كان لهم توجيه أن يباتون بمراكز الامتحانات حتى لا تسرب الأسئلة، الكاميرات والحمايات وكل ما يتعلق طبعا بنقل الأسئلة وآلياتها وكيفياتها، كل هذه بالدقة نوقشت وقررت إلى أن وصلنا إلى مرحلة الانترنت. الانترنت طبعا أكيد إخواننا بوزارة الاتصالات هم يعني يحددون الأوقات اللي يقطع بها الانترنت ويعود بها الانترنت. إحنا عندنا وقت الامتحان ساعة تاسعة، ساعتين أو ثلاثة بالزايد، بس انقطعت من الأربعة. هذا هم اليوم أعتقد غير يعني غير البارحة، البارحة من الأربعة اليوم مو من الأربعة. طبعا يعني إحنا في وزارة التربية يمكن شلنا الجهد، يعني خلينا نقول شلنا الكلام الأكبر، يعني الناس اليوم المجتمع ربما قال بأن وزارة التربية تقطع الانترنت على الناس. بالحقيقة إحنا يعني نفهم الموضوع أنه هذا حماية للناس، يعني لما مخرجات وزارة التربية تكون بمستوى أعلى من الأمان هذا راح ينطينا طبيب وراح ينطينا مهندس وراح ينطينا كفاءة وراح ينطينا رصانة للتعليم. حضرتك تعرفين والسادة المشاهدين أيضا يعرفون أنه إحنا في أول عام، يعني هذا العام هو أول عام الاستقرار، يعني إحنا بالأعوام السابقة كنا نعاني من يعني ظروف استثنائية واضطرابات، مرة عمليات تحرير وعندنا مدن خارج إطار الدولة، جائحة كورونا، اضطرابات سياسية تعطلت بها المدارس. هذا العام هو أول عام الاستقرار، لذلك يعني البعض ربما يقول أن هناك تشدد. نعم هناك تشدد، اعذرونا لازم نتشدد، احنا مؤسسة يجب أن ترعى مصالح المجتمع العراقي وتقدم خدماتها بأعلى مستوى ممكن من الرصانة العلمية، لأنه دائما هناك سؤال ليش العراق والتعليم العراقي. ما تسمعين أنت بالشارع بالأيام السابقة أنه التعليم والتعليم فعلا. هذه الإجراءات الغرض من عندها بصراحة هو لحماية التعليم ورصانة التعليم. طيب استاذ كريم، طبعا تحياتنا لك وشكرا لك بحضورك البرنامج مورنينج لايف، والصراحه يعني احنا انت حشيت كل ما يخص يعني شوف واحد اللي ماخذ المحتوى على اكمله، لكن اليوم احنا في قطع الانترنت في دول كثيره والتعليم عندهم وجامعات كبيره جدا ما قطعوا الانترنت، يعني ما شاء الله احنا قطعوا لنا الانترنت نفس اللحظه نزلوا البي بي ان ورجعت البرامج اشتغلت. فانه هل اليوم التربيه غافله عن موضوع كيف يرجعون الفي بي ان، ترجع البرامج تفعل؟ احنا هذه الامور الفنيه يعني اليات القطع وكيفيات والاختراق وهذا تعرفين هذه يعني هذه مهمه الاي تي ومهمة الاتصالات ومهمة الجوانب الفنية اللي هم وزارة الاتصالات. احنا قد نبلغهم انه اكو هيك حالات موجودة بالفعل واكو يعني اختراق او اكو امكانية الوصول. هم بالمناسبة قطع الانترنت ما كان قطع انترنت بشكل كامل، انما قطع المنصات والبرامج التي يتم من خلالها تداول الاسئلة اذا ما كانت صورة. هذا ابتداء. ثانيا اكو افكار جديدة، اكو محاولات
يعني ما راح تكون. احنا حكينا قبل شويه عن انه هذه اول امتحانات، ولذلك احنا الان باول امتحانات جربنا هذا الامر، لكن ممكن بالامتحانات النهائيه، واقول ليس يعني ليس اكيد 100%، ولكن نحن الان نفكر بان نغير باليات وصول الاسئله الى المراكز الامتحانيه بطريقه الكترونيه تضمن عدم تسريبها وعدم تسليمها بوقت مبكر، يعني تسلم قبل الامتحان بدقائق بكبسه الزر. هذا طبعا سنعلن عنه لاحقا، يعني اذا ما اكتمل حتى لا يكون إن شاء الله. اي لكن احنا نفكر، وهذا هو المهم، يعني هناك نوايا حقيقيه بصراحه الى ان يعني نبتعد عن ما وحقها الناس، حقها. احنا اليوم نستمع، يعني انا كشخص اليوم هواي خابروني قالوا ليش تقطعون الانترنت، ليش كذا، وكل هذا اوضح لوسائل الاعلام، اوضح للاخوان، اقول لهم احنا بصراحة إزاء رصانة علمية، المنظومة التعليمية اهتزت بالعام الماضي، ابنك وابني جهده هذا، يعني ما يصير واحد يجي ياخذ جهد غيره، احنا صارت عندنا يعني باليوم الأول هناك كان يعني الكثير من الأمور التي ضبطت، يعني احنا حتى الأمن الوطني موجود بهذه الامتحانات فعلا. بلي صح، لأنه يعني هناك حرص كبير ابتداء من الحكومة من الدولة العراقية على أن تكون مخرجات الامتحانات بنزاهة وشفافية عالية. طيب اليوم خلينا نحكي على أهمية الامتحانات التمهيدية. أنا أشوفها كظلم، يعني الجدول الامتحاني يوم ورا يوم للتمهيدي. هل إنه عدم إنه الامتحانات التمهيدية مو ذات أهمية، أم إنه على مود يتقلص العدد إلى أكثر شخص اجتهد خلال الفترة؟ لا أبداً، هذه استنادا إلى النظام، يعني النظام هو من يحدد إنه يجب أن يسبق الامتحان امتحان تمهيدي. يعني اكو كثير من التفاصيل ليست اجتهادا وليست ابتكارا، انما هناك نظام، هذا النظام يحدد اليات الامتحان وكيفيات الامتحان والسياقات واللوجستيات وكل التفاصيل التي تتعلق باجراء الامتحانات الخارجي او الامتحانات الخارجيه. احنا نعتقد بانها يعني دائما نقول عليها انه هي محاوله التعويض، لانه اللي يجي يمتحن خارجي هو اما متقدم بالعمر، إما فايته مثلاً إكمال الدراسة كطالب نظامي بالوضع الطبيعي، لذلك هو يكون فقد أو نسى أو لم يتواصل أو ربما يعني حتى يثبت نفسه. بالعكس إحنا خلو ليش ما نفهم أنه هذا الطالب هو كفوء بإجراء امتحان أولي ومن ثم امتحان آخر، لأنه نتائج الامتحانات بالنهاية هي أيضاً معيار لقياس مستوى الطالب وكفاءته. لذلك بصراحة يعني هذا الموضوع ليس يعني وزارة التربية ليست هي من تقرر، إنما كان هناك نظام، مثل ما النظام يقرر أنه إحنا لازم يكون عندنا فصل أول فصل ثاني امتحانات نصف سنة بالنسبة للطالب النظامي، يعني أقصد، وعندنا صباحي وعندنا مسائي، أيضا عندنا خارجي تحدد بالآليات الخاصة بالامتحانات، وهي آلية إجراء الاختبار الأولي اللي هو الامتحان التمهيدي. نعم.